السلام عليكم، مرحبا محبي النباتات، أهلا بكم. سأذكر لكم اليوم نوع من نباتات الزينة التي لا تتحمل الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة، ويجب أن نحميها من حر الصيف. هذا النبات هو نبات البولكا. هذه هي البولكا أو تسمى البولكا الرقطة. هذه النبتة الجميلة من نباتات الزينة الجميلة الأوراق، سميت بهذا الاسم لوجود هذه البقع على الأوراق. رقطة أو الرقطة تسمى كذلك. هذه هي البولكا الرقطة. هناك أنواع كثيرة من البولكا الرقطة حسب ألوانها. هناك ألوان البولكا الرقطة كما ذكرت الوردية كهذا اللون، وأنواع أخرى ستظهر لكم الصور للأنواع الأخرى. للأسف كانت لدي تلك الأنواع مثل البولكا الحمراء والوردية والبيضاء، ألوان جميلة للبولكا. للأسف فقدتها الصيف الماضي، كان صيفا ساخنا جدا، فقدت فيها أنواع كثيرة من النباتات رغم محاولة إنقاذها. هذه النبتة سريعة التضرر من الحر الشديد مثل نباتات السجاد. للأسف فقدت أنواع كثيرة من أنواع السجاد والبولكا كذلك، الحمراء والبولكا البيضاء والوردية النوع الآخر، فقط بقي عندي هذا النوع. السبب أن هذا النوع أكثرت منه الكثير من العقل، وهذه طريقة جيدة للحفاظ على أنواع نباتات زينة في المنزل، أن تكثروا منها عقل كثيرة خلال فصل الربيع. هذا اللون في الربيع الماضي أكثرت منه عقل كثيرة، ماتت بعضها وبقيت هاته، لأن هذه العقل الأربعة نجحت ونجت من الحر الشديد. بولكا جميلة كما ذكرت. هذه النبتة من النباتات التي يجب أن نحرص على حمايتها في فصل الصيف. مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام يجب أن ننتبه لهذه الأنواع مثل البولكا الرقطة ومثل نباتات السجاد كذلك. وأنواع كما ذكرت جميلة جدا. في الشتاء تحب الدفئ، تتحمل درجات حرارة ابتداء من 18 إلى 25 درجة فقط. إذا تجاوزت درجة الحرارة 25 يبدأ النبات في الذبول والجفاف، ويمكن أن تؤدي درجة الحرارة العالية أو المرتفعة إلى احتراقه وموت النبات للأسف. لذلك نحرص على حمايتها في هذا الصيف. يجب أن نعطي للنبات الري بانتظام في الصباح الباكر، ويمكن رشها كما شاهدتم في الفيديو السابق، طريقة الرش في الأيام الشديدة الحرارة، بشرط أن يكون نبات موضوع في مكان مظلل وتصل أشعة الشمس غير مباشرة. يجب أن تصل إلى نبات البولكا أشعة الشمس غير مباشرة في الصيف حتى لا يحترق، وحتى يحافظ على ألوان أوراقه الرائعة، لأن وضع النبات مباشرة في الظل يؤدي لاختفاء الألوان من الأوراق ويصبح النبات بلون أخضر مثل نباتات السجاد ونباتات التراتيسكانتيا. تفقد هذه النباتات ألوان أوراقها إذا وضعت في الظل، لذلك يجب تعريضه خاصة في الشتاء. إذا وضع في مكان محمي يجب تعريضه في الشتاء لساعات طويلة لأشعة الشمس. أما في الصيف فيجب وضعه في مكان نصف مظلل أو تصله أشعة الشمس غير مباشرة أو ما يسمى بالشمس المغربلة. ولكن إذا كان الجو حار جدا يجب وضعه في الظل مؤقتا. هذه هي البولكا الرقطة. تحب الترب المخلوطة بالبيتموس، الترب الخصبة طبعا. بالنسبة للتسميد يفضل تسميد البولكا في فترة الشتاء، وفي الربيع أفضل الأوقات لتسميد البولكا. تعطي البولكا الرقطة أزهار كذلك ككل نباتات الزينة، تزهر ويمكن جمع بذور أزهارها
قد تصل النبتة إلى حجم كبير مثل نباتات دم الغزال، وتعطي أزهار جميلة، ولذلك يمكن تقليمها وأخذ العقل للإكثار. لذلك هذه الأنواع أو لذلك هذه النبتات كلها كانت عبارة عن عقل بعد أن تم تقليم النبتة الأم ونجحت ونجت من حر الصيف الماضي. يمكن إكثار البولكا بطريقتين: طريقة العقل بعد تقليم النبات، وطريقة البذور بعد إزهار النبات. هذه بولكا نمت من بذور، هذه نمت من بذور بذرة أنبتت وأعطت شتلة بولكا صغيرة ما شاء الله. والإكثار بالعقل يتم إما في التربة باستعمال جل ألوفيرا أو هرمون تجدير، أو إكثرها في الربيع مباشرة في التربة. وهذه أكثرتها في الماء في هذا الربيع لها مدة شهر. ها هي الجذور، انظروا كيف أصبحت الجذور كثيفة، حان وقت غرسها في التربة. هذه أيضا جذور كثيفة، لذلك أفضل وقت لإكثار البولكا هو الربيع خصوصا في الماء، أو ممكن إكثارها في التربة بسهولة. ويمكن أيضا أن نكثرها في الخريف بالعقل، لكن نضعها في مكان أقل حرارة. سأخرج لكم هذه العقلة، انظروا إلى كثافة الجذور ما شاء الله. هذه كذلك، من لديه أي نبتة بولكا يحرص أن يكثر منها الكثير من العقل خصوصا في الماء بتقليم النبتة والاستفادة من هذه العقل وإكثارها. تقليم أيضا مفيد لنمو نموات جديدة لنباتات البولكا. نعطي ري مشبع تغرس النبات، ونضع كل هذه النباتات في مكان نصف مضلل. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.